لكن أبدأ من القاهرة مع دكتور أسامة. دكتور، أشرس قتال يحدث في اليوم 60 لهذه الحرب، وكذلك جيش الاحتلال يقول أن هناك توغل في الشمال والوسط والجنوب. إلى أين تتجه مخططات جيش الاحتلال الآن؟ يعني بداية، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولكل المشاهدين وللضيوف الكرام والمجد لشهداء فلسطين، ونسأل الله السلامة للجميع. الحقيقة أن الوضع الآن فعلا على الأرض يعني صعب جدا. هناك حالة من الغليان في الشارع الفلسطيني أكثر بكثير بعد المجازر التي شاهدناها قبل قليل، واليوم طيلة اليومين الماضيين أيضا منذ بدء الهجوم البري على خان يونس وعلى المناطق الجنوبية كما يعني أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي. لكن بخصوص الهجوم البري، فعلا الهجوم البري على المنطقة الجنوبية هو الأعنف، لأن الخاصرة الداخلية للجغرافيا لمنطقة خان يونس تعتبر هي الأعرض على مستوى قطاع غزة. لو تحدثنا على امتداد طول القطاع، طول قطاع غزة 40 كيلو، في 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 وسط قطاع غزة تصل إلى 7 كيلو أو ما بين 6 كيلو إلى 7 كيلو الخاصرة من البحر حتى اتجاه شرقا باتجاه الحدود مع الاحتلال الإسرائيلي. في شمال غزة تصل إلى 8 كيلو، في يعني أكثر الأحوال تصل إلى 8 كيلو ونص، وبالتالي الهجوم يكون ضعيفا بشكل أو بآخر. يستطيع الاحتلال الإسرائيلي الالتقاء من الغرب ومن الشرق بشكل مباشر، لكن من بين خان يونس، منطقة خان يونس تصل إلى 15 كيلو ما بين الحدود الشرقية مع الاحتلال وما بين البحر الأبيض المتوسط، وبالتالي الخاصرة لمنطقة خان يونس الجغرافية. أضف إلى ذلك مساحة مدينة خان يونس وتكدسها بالسكان بسبب وجود العديد من أبناء شعبنا الذين انتقلوا من مناطق شمال غزة إلى جنوب غزة، أدت إلى تكدس كبير جدا في السكان، أدت إلى أيضا إلى وجود كوارث بيئية على المستوى الاقتصادي. لا يوجد تموين، لا يوجد مياه، لا يوجد كهرباء، كل ذلك أدى إلى أن يكون هناك صعوبة حتى في عملية الهجوم. إذا الاحتلال الإسرائيلي التزم بالمعايير، وهو لا يلتزم طبعا، إذا التزم بالمعايير التي طلبتها منه الولايات المتحدة أن لا يهاجم المدنيين أو يبتعد عن هجوم المدنيين، معنى ذلك لن يستطيع أن الدخول إلى مدينة خان يونس، لأنها كلها مدنيين مكدسة بشكل كبير جدا. نحن نتحدث عن مدينة فوق مدينة، يعني سكان فوق بعضهم، وبالتالي كذبة نتنياهو أن يقول أن هناك إعلان من نتنياهو مؤخرا وحكومة الاحتلال أنهم الآن يطوقون خان يونس، هذه كذبة كبيرة وأنا لا أصدقها على مستوى الشخصي، لا أصدقها، لأني أنا ابن خان يونس، أعرف جيدا منطقة خان يونس، وأعرف أن التماس ما بين خان يونس وبيت ودير البلح والمناطق الشمالية من خان يونس تمتد من بين دير البلح ومنطقة المغازي وما يسمى بمفترق كيسوفيم سابقا، والتي سميت لاحقا كانت تقول مفترق المطاحن، منطقة المطاحن، وبالتالي هذه صعبة جدا أن يتم السيطرة عليها، وحتى هذه اللحظة لا يوجد توغل ولا وصول لهذه المنطقة. أضف إلى ذلك المنطقة الأصعب، الالتحام ما بين مدينة خان يونس ورفح تمتد ما يقارب أكثر من 16 كيلو، لأن طريق الالتفافي ما بين رفح وخان يونس يسمى طريق مراج، ويبدأ من منطقة صوفا ثم يمتد إلى منطقة مراج بين رفح وخان يونس، ثم يمتد إلى منطقة رفح الغربية باتجاه البحر، وهذه مسافة طويلة جدا تصل إلى أكثر من 16 أو 17 كيلو، وبالتالي طيب دكتور أسامة، دكتور أسامة، أنا أعتذر هنا للمقاطعة. العالم أنه طوق خان يونس هي هل تسمعني سيدي؟ فقط للاستهلاك المحلي. نعم دكتور أسامة، أنا سأواصل الحديث معك، ولكن أطلب الاعتذار من الدكتور رضوان القاسم والسيد أحمد ذكرنا فيما يتعلق بهذه الخريطة التي تفضلت بشرحها فيما يتعلق بجغرافية خان يونس في المنطقة الجنوبية من قطاع غزة. إذا كانت كذلك، لماذا تتحدث إسرائيل عن قدرة عسكرية استطاعت بها أن تحكم السيطرة أو تتنبأ بذلك في هذه المنطقة؟ هي تتنبأ، هي لا تتنبأ، هو نتنياهو فقط يريد أن يطمئن جمهوره. هو الآن في حالة غرق وفي حالة أزمة كبيرة جدا على المستوى الداخلي، وأعتقد أنه لن ينجح
في الوصول، كما فشل في شمال غزة هو سيفشل في خان يونس، لكن هو عمليا فقط يريد أن يسوق لشعبه أنه يقوم بالدخول ويطوق خان يونس وسينتصر فيها، لأنه لا حل أمامه ولا خيار أمامه إلا أن يستمر في هذه الحرب.